تعالوا بقى ندخل في اجواء ماتش النهارده ونروح لمراسلنا في قناه الاهلي من فندق اقامه الفريق شريف شعبان ونشوف اخر اخبار الفريق ايه. اتفضل يا شريف. النادي الاهلي في كل مكان من محافظه السويس، يا رب باذن الله يكون توفيق اليوم مع النادي الاهلي. قصة مباراة قوية جدا بإذن الله، بإذن الله يكون الفوز اليوم من نصيب النادي الأهلي وناخد 3 نقاط يضافوا إلى رصيد النادي الأهلي عشان نقترب خطوة مهمة جدا لبطولة الدوري، بطولة محببة لكل جماهير النادي الأهلي قبل بقى المعترك الأفريقي. يا رب بإذن الله يكون توفيق معانا النهاردة ونفوز على فريق مصر المقاصة. يمكن النادي الأهلي امبارح بعد تمرينه اللي كان في 5 عصرا في ملعب التتش غادر إلى محافظة السويس، يمكن درجة الحرارة يمكن الصبح كانت 34 النهارده يمكن او دلوقتي حالا يمكن حوالي 32، الرطوبه الصبح كانت حاجه و50، دلوقتي الرطوبه حاجه و20، يعني باذن الله على ميعاد المباراه باذن الله يكون الجو لطيف، باذن الله يكون جو يساعد لاعبي الفريق النادي الاهلي على تقديم اداء طبعا يليق باسم النادي الاهلي. وحسنا فعل اتحاد الكره عندما اجل المباراه لمده 2 ساعة، هنا فعلا الجو حر بطريقه كبيره جدا والرطوبه عاليه جدا، فباذن الله على الساعه 7 باذن الله يكون الجو باذن الله مناسب لكلا الفريقين وباذن الله يكون التوفيق اليوم مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يوم النهارده في 10:00 صباحا كانت وجبه الفطار، الساعه 1:30 كانت وجبه الغداء، الساعه 4 كانت المحاضره اللي اعلن فيها مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخوض به لقاء المقصه اللي هيكون بعد قليل، مين هيلعب سردباكات، مين في حراسه المرمى، الشناوي ولا مصطفى شوبير، هنعرف بعد قليل السردباكات مين، ايمن اشرف، بدر بنون، ياسر ابراهيم ممكن يكون موجود، هنعرف ايضا بعد قليل، في ناس قالت ان ممكن يكون محمد هاني النهارده هيبدا في البقرايت ولا هيبدا بنفس التشكيل او بنفس الشكل اللي بيبدا بيه اللي هو اكرم توفيق في البقرايت، ويمكن اقرب او يمكن اكرم هو الاقرب الى حجز مكان البقرايت، ولكن هنشوف بعد اعلان مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيكون بعد لحظات طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي شاشه التميز. يا رب باذن الله النهارده يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي. يمكن الفندق بيبعد عن استاد المباراه حوالي 25 دقيقه، يمكن المحافظه من اول وصولنا الى محافظه السويس في تغيير كامل في مدخل المدينه، في الشوارع، في تطوير كبير جدا في محافظه السويس. يا رب باذن الله النهارده الجو يساعد لاعبي النادي الاهلي على تقديم اداء رائع يليق باسم النادي الاهلي ونحصد باذن الله 3 نقاط. النهارده التحكيم مكون من حكم ساحه الكابتن محمود عاشور، حكم مساعد اول احمد نوفل، مساعد ثاني عماد العقاد، حكم رابع محمد ابراهيم الدسوقي، حكم فيديو طارق مجدي، ومساعده عاطف حسين. يا رب النهارده ايضا يكون طاقم التحكيم موفق الى حد كبير ويدي الحق للفريقين باذن الله والاهلي باذن الله، باذن الله باذن الله يكون التوفيق بس معاه النهارده، وباذن الله هنقدم عرض قوي، عرض يليق باسم النادي الاهلي. دي كانت كل كواليسنا قبل بدايه مباراه الاهلي والمقصه. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل.